ما في باب ثاني يطلعنا من هني؟ في باب؟ للأسف ما فيش غير الباب اللي انت دخلتي منه، والوضع حتى ما فيهاش أي دولاب وحبيتي فيه. وليش تخبى؟ رشيد 35 سنة هو متخبي مني وما لقيته، والحين لما يا دوري ما ألقى مكان أنخش فيه. أعطيني أعطيني، رجع الملفات بسرعة، رجع الملفات مكانهم، رجعيهم. استخبى فين بس دلوقتي؟ شو أسوي الحين؟ لا لا لا، أنا ما استخبيش، أنا عادي إن أنا يكون هنا. أنت اللي استخبي، تعالي حبيكي جوه. خش 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 الحمام واقفلي على نفسك بسرعة، اقفلي على نفسك بالمفتاح. انت هنا بتعملي ايه؟ كنت جاي اعمل لك مفاجأة، بس من الواضح كده ان انا مفاجأتي ما بقتش تعجب، او احنا شخصيا اللي ما بقيناش نعجب. كاميليا، انا دماغي مش رايقة. لا استنى هنا، ما تسوقش العوج عليا. مالك؟ استنى انا بكلمك، وبعدين فكر كده مع نفسك شوية يا رشيد، هتلاقي ان ما فيش غيري بيريحك ولا بيفهمك ولا عارف انت عايز ايه ومش عايز ايه، فما تسوقش العوج بقى واستهوك عليا. خلصتي؟ كمان انا ما خرجتكيش من البوليس عشان سامحتك، انا خرجتك بس عشان الموضوع ما يكبرش. طب هو انا بقى افديك الساعة لما جوزي حبيبي يزعل واجي عشان اراضيه؟ طب عيني في عينك كده. غلبتيني. لكم ردوكم مكاتبكم وكملوا شغلكم عادي. ردوا ردوا، اعتبروني مو موجودة قدام رشيد مثل ما أنا راح أعتبركم مو موجودين قدام الشرطة. أبيكم تفصلون التهم تفصال على رشيد وبناتي، وأنا بخيطهم ولبسهم بيدي واحد واحد، ورواتبكم اللي يعطيكم إياها رشيد أنا راح أعطيكم إياها وزيادة الضعف. كملوا شغلكم.